أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن نجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 يأتي ليؤكد ما توليه مملكة البحرين من حرص على مواصلة تحقيق النجاحات في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، تنفيذا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم حلبة البحرين الدولية، يرافقه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث شهد سموه انطلاقة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 للعام 2023 في نسختها 19، كما قام بجولة في الحلبة التقى خلالها الجماهير التي حضرت فعاليات السباق. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة العمل وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، منوها بالجهود الدؤوبة للكوادر الوطنية وما يقدمونه من عمل مخلص يصب دائما في تحقيق النجاحات المتوالية لمملكة البحرين. هذا وقد استقبل سموه كبار الضيوف الذين حضروا إلى مملكة البحرين لمتابعة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 والفعاليات المصاحبة، كما قام سموه بجولة في منطقة الفرق والمضمار للاطلاع على التحضيرات النهائية قبل انطلاقة السباق.